بمواهبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هذا اللقطة من السحر حق جهاد. شيء برياضة اليوم. السحر يا فجأة تصير بثوب. الله يعطيكم العافية. نرحب بحبيبنا رياض الخبران. يا هلا وسهلا، مرحبا بك. نرحب بالزول أسامة. أنا نرحب بحبيبنا أبو نغم. لازم مع اللبس. ايش السوداني قال هلا بك حبيبي. حياك الله ابو نغم. والله يا مجدي ما شاء الله عليك، ما شاء الله حبيبي والله. لوكك حبيبي والله. ايش المجوهرات هذه كلها؟ والله هذا بعض اللي عندك يعني. وايضا نرحب بحبيبنا فرسي. طيب يا جماعه الخير، احنا الان انتم مستغربين متجمعين كذا، ايش عندنا؟ احنا عندنا خلطه صراحه، هي خلطه همثونيه، خلطه همثونيه ساريه صح؟ مجراويه. حلو؟ كوكتيل طلع لكم بشكل إبداعي، إن شاء الله يعجبكم. الكوكتيل هذا موجود في مجدي، موجود في أسامة، موجود في فارس. الآن يا جماعة الخير نزف إليكم هذا الخبر الجميل، تدشين عمل آت إليك بصوت محبكم، وكان اللحن من ألحان حبيبنا فارس السيد، وكان الكورال من أحبائي أسامة القاضي وفارس السيد، وهندسة وتوزيع الأستاذ عبد الله السكيتي، وأيضا تنسيق الأخت خلود الحربي، ومونتاج الأخت نوف ما خاب ظني. خلونا يا جماعة الخير نشوف هذا التدشين، وأعطونا تعليقاتكم في الهاشتاج، وخلونا أعطونا آراءكم، إحنا نتقبلها بصدر الرحب. الله يعطيكم العافية. خلونا نشوف هذا النشيد، يعجبكم ما يعجبكم. تحية تحية للنشيد، إحنا راح نشوفه قبل ما يجي. آت إليك يا حف خطوتي الرجا، وأجر من خلف عنائي والبلاء، من حولي الآمال تحرس رحلتي، وملامحي صبر وضعف واجتهاد، وملامحي صبر وضعف واجتهاد، سيري إلي قلبي لديك حلمي علي، وبك المسير وبك المسير، لم يبق لي كي أرتجي في خافقي أحد سوى أحد سوى، سيري إلي قلبي لديك حلمي عليك وبك المسير، علقت آمالي بأعتاب السماء، ونزعت ثوب الخوف عانقت الضياء، أقبلت خالي الكف يخنقني الحياة، يا رب فما ذا العبيد بما تشاء، يا رب فما ذا العبيد بما تشاء، في كل ضيق أجد الطريق أنا بهدى، ربي يسير ربي يسير، فاض الهنا مني أنا رغم العنا، برجى دعاء برجى دعاء، يا رب قلبي متعب وبك الشفاء، قد ضاقت الدنيا وفيك الالتجاء، ما خاب من يدعوك حبا خالصا، كلا ولم يهنأ فؤاد بالجفاء،
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كان هذا نشيد آتني إليك إن شاء الله أن نحوز يعني على رضاكم واستحسانكم. والله مهما شكرت لن أوفي الصراحة. يعني حبيبنا عبد الله عادل ريان الشاعر ما حوفي فارس السيد في الألحان وفي الكورال، ما حوفي أسامة القاضي في الكورال، ما حوفي الأخت خلود في التنسيق، والأخت نوف الحارثي في المونتاج، يعني الأخ الحبيب نور الدين اللي كان يعني صراحة معايا إلى آخر لحظة، الأخ عيسى في المونتاج ما قصر، السكيتي الأستاذ عبد الله السكيتي أيضا ما قصر، الله يعطيهم العافية جميعا، وإن شاء الله يكون النشيد حاز على رضاكم. طبعا النشيد نزل الآن في حسابي في تويتر، أي أحد عجب النشيد بس يكرمنا كده ويسوي لنا رتويت ونشر لعل الله يعني يتقبل منا، ويكون هذا سبب في دخولنا جنات جنات النعيم. آمين آمين. أبو نغم أبو نغم حلو حركاته هذه طلعنا كل أبونا أبو ذوق نغم أبو ذوق يلا أبو ذوق يعني كلهم قريبين كله يلا أبو ذوق. أنا عندي تهنئة وعتب. لا إله إلا الله. أبدأ بإيش تبون؟ اللي تبون. ببدأ بالثالثة. حلو. لا هي اثنين كيف صارت؟ لا أبدأ باللي في النص. خلاص طيب أوكي. أول شيء تهنئة لكم، أول شيء يعني الله وهبكم هالصوت الجميل المميز وانتقاءهم للكلمات اللي تبقى لكم يعني أجر إن شاء الله بإذن الله مثل هالكلمات اللي جميل. يعني الواحد يتمعن فيها، فيها معاني وفحواها شيء كبير جدا يعني بصراحة. أنا تعبت مع فحواها. إيه حط تحت خطين لسه بجيك بكلمة جاية الآن بعد ثلاث دقائق. قاعد أتعب ترى. كسر الدنيا. طيب الهشيش هوكو. ممتاز. عشان بس يركز معي. السرنمة. السرنمة. الهشيش هوكو لا. الحشو. الحشو في الكلام. لا لا جد والله الحمد لله يعني إنكم أول شيء استفدتم من هذا الصوت. الأمر الثاني استفدتم من تجمعكم في الرياض. وهذا اللي أتمناه. أنا كنت من بداية البرنامج يعني وجودكم فارس ومجدي وأستاذ جهاد وأستاذ أسامة بعد، وأنا أدري أنكم في السكن في جلسات كانت مع أبو نغم وكنت فرح جدا فيها جد ويوم سمعت الخبر، لأنه وجودكم في هذا البرنامج في فترة معينة وجيزة يعني وتخرجون بمنتجات هذا شيء حلو. العتب على الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. صراحة أنا دخلت اليوتيوب كذا كتبت فارس السيد، كتبت مجدي، كتبت أسامة، يعني مقلين جدا بالمنتجات، أو بمعنى آخر بعضكم لا في منتجات بس ما هي ظاهرة مرة. أنا عارف إنه في مسألة تسويق وإنه ما في أحد أو كذا. تتكلم عن النشر يا أبو ذوق. النشر أنا عارف. العتب أنا معاكم إنكم أول شيء لابد إنه تخرجون ليس بالكم ولكن بالكيف. الأمر الثاني الجمهور، وهذه رسالة للجمهور. أصوات جميلة، كلمات مميزة، واجب علينا ننشرها بصراحة. حتى والله يا أبو نغم أنه في أناشيد عنده جميلة جدا يا أخي، حلو أن نتناقلها نرسلها، إذا في حدث معين ناخذ المقطع هذا ونرسله، هذا واخذ من باب نشر الخير للغير. الأمر الثاني الأناشيد بكلماتها والأصوات، ترى الشباب يتعبون يعني في جهد مبذول، حنا نشوف الزبدة بالضبط. فلو أنه هذه الزبدة الجميلة يا أخي يمكن تغني واحد عن سماع شيء ثاني. يعني كلمات ورسائل جميلة، معاني كلها قيم، كلها قيم. فأنا أتمنى العتب للشباب وعتب للجمهور أنهم يعني ينشرون في النشر وأنتم في إخراج هذا الإبداع في اليوتيوب وملء اليوتيوب. الله يعطيك العافية. طبعا عشان باقي لنا خمس دقائق تفضل يا أستاذ جهاد. لأن كنت بعقب فقط على كلام أستاذ رياض، أنه الفكرة الآن أنه يشوف واحد من الجمهور مثلا النشيد مرة جميل عجبني وكل شيء، وبعدين ما يسوي ولا شيء، وهذه نقطة يعني فيها تقصير في الجانب المحافظ والهادف بشكل عام. أنت الآن عندك محتوى، المحتوى هذا لما أنت تنشره أنت تعرف أنه الموضوع مو في الأجر فقط، الأجر هذا إن شاء الله محفوظ والنية محفوظة، لكن غير الأجر. أنت الآن أنا كمقدم محتوى هادف لما أنت تنشر لي مقاطعي وتنشر لي المحتوى اللي أنا قاعد أقدمه وأنت مقتنع فيه كفكرة، مقتنع فيه كمحتوى، أنت قاعد تدعمني. السلام. قاعد تدعمني علشان أعطي أكثر. عشان أستمر في. وأنا لما أعطي أكثر راح أبدع أكثر وراح أستفيد أكثر وأتعلم أكثر، حيوصل لمرحلة إنه ما أحتاج نشر لأن المحتوى نفسه حيكون وطريقة الطرح وطريقة العرض راح تنتشر يعني تنشر نفسها بنفسها. هذا الجهد. شكرا يا سيد فارس. والله الشباب قالوا كل شيء، أبو ذوق وأبو نغم.
أنا بعقب على النشيد يعني على عجالة. شكر لله أولا ثم للشاعر عبد الله عادل ثم لك اللي زينت النشيد وحليت النشيد بالكلمات باللحن بكل حاجة. تعرف فارس معاك في كل شيء وأنا دائما أقول والله وصدق ولا هي مجاملة من الأصوات اللي تخش القلب بدون استئذان. مجدي عبد الغني يا حبيبي هذه حبيب. حقيقة أقولها يعني أيوة. أي شيء يزين بصوت مجدي يا حبيبي يا حبيبي. خلاص في واحد من الشباب يقول أنا عمري واحد الله يستر علينا يقول أنا عمري ما بكيت حقيقي يقول عمري ما بكيت من نشيد ولا شيء من نشيد أو من موقف أو يعني من حاجة قوية في برامج وفي كل حاجة. مجدي عبد الغني بكاني في برنامج لا إله إلا الله الله يهديك هذا حقيقة يعني. ليه بكيته حقيقي والله حقيقي الله يعطيكم العافية فهذا دليل على حس مجدي يعني نختم جميل. فيك يا وسام على رجالة كل شيء ما باقي لي شيء والله أنا أشكرك الختام عندك أنا والله ما أدري إيش أقول يعني أوقات الصمت في حرم الجمال جماله لكن الله. بقول حاجة واحدة أنا سعيد جدا أنه كنت من ضمن المنظومة اللي ساهمت في هذا العمل لو أني ما ساهمت اللي بشيء يثير لكن والله أنه هذا الشيء يعني لي الكثير يا حبيبي. وأنا سعيد فارك التوفيق يا حبيب أخوك إن شاء الله منه الأحسن والأقوى والأفضل بإذن الله وإحنا أيضا وأنا كمجدي ما أستغنى عن دعمكم بالتويت وده أبدا والله الزول ده سامح جديد يعني على طول يعني الله يعطيك العافية كوران معك على طول اي عمل لي اكو الله يعطيك العافيه حاجه سبران ابدا ان شاء الله جماعه داري والله جبت لك وان شاء الله يا جماعه الخير انتم ايضا يعجبكم ولا تنسوا برضو تنشروا وتسووا تويت وهذا